السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الكرام، أهلا بكم. استكمالا للفيديوهات اللي بنتكلم فيها عن إزاي ممكن تكون الحشرات أو الحيوانات ملهمة للعلماء، فالنهاردة معانا واحد من الكائنات اللي ممكن تكون ملهمة لعلماء الطب، وهو عفريت الماء أو سمندل المكسيك أو الأكزولوتل، وهو نوع من قنافذ البحر ليه قدرات عجيبة وغريبة جدا ومحيرة للعلماء، وده لأن أطرافه بتنمو بسرعة جدا جدا، وده بعد قطعها، ولو حصل ليه جرح فالدم بيتوقف بعد ثواني قليلة جدا، يعني بيحصل تجلط للدم بسرعة رهيبة، وده اللي خلى العلماء تسعى لمعرفة السبب عشان يستفيدوا من الميزة دي في الطب، وخصوصا أطباء الجراحة اللي بيسعوا لحل، وخصوصا في حالات الحوادث اللي ممكن تؤدي إلى بتر أطراف المصابين. تم اكتشاف الحيوان ده سنة 1830 في المكسيك، وهو حاليا واحد من الحيوانات النادرة واللي بيتم بيعه بأسعار عالية جدا، وبيعيش تقريبا لحد 10 سنين، ومنه أكتر من لون، هو شبه تنين حزوقة كده بتاع الكرتون، له فم عريض ورأس دائري طالع فيها 6 قرون ناعمة الملمس وعليها شعيرات. الناس بيقولوا عليه أكسولوتل، وهي وحش الماء، وطبعا بما انه من الحيوانات المهددة بالانقراض فبيجد رعاية واهتمام شديد، ولولا كده كان انقرض من زمان، وخصوصا بسبب التلوث البيئي في المكسيك. والعلماء بيقولوا عنه حرفيا انه معجزة بسبب قدرته على تجديد نفسه، لانه قادر على تجديد اطرافه وحتى اعضائه الداخلية، مش الاطراف بس، ولذلك بيحظى الحيوان الوديع ده بتقدير شديد ورهيب في جامعة هانوفر الألمانية، لدرجة إن هم عاملين معهد متخصص لدراسة مزاياه واسمه مركز التجديد الحيوي، وهو مش مقتصر على دراسته بس وإنما الحفاظ عليه وتربيته. في عالم اسمه بيورن مينغر اشتغل عليه ودرس خصائصه ومميزاته كجزء من دراسته لأبحاث خاصة بالدكتوراه، وأجرى أكتر من 300 عملية بتر للحيوان ده، وكان بيتفاجئ في كل مرة إن النزيف بيتوقف خلال جزء أو أجزاء من السنة، وبيتكون نسيج طلائي جديد في مكان البتر، والنسيج الطلائي ده هو الخلايا الموجودة في الطبقة العليا من الجلد. والعلماء لقوا ان النسيج الطلائي ده مختلف عن كل الانسجة الطلائية في كل السجية، حيث انه بيؤثر على الانسجة اللي موجودة تحتيه، ولذلك يسرع من عملية شفاء الجرح اللي حصل ده، وفي خلال اسابيع بينمو برعه في مكان البتر ده، ثم سرعان ما تنمو القدم من جديد. فالعلماء بقى لما يشوفوا حالة زي دي هيسكتوا؟ اكيد لا طبعا، هيحاولوا يدوروا على حاجة يمكن ينفعوا بيها البشرية، فهم بيحاولوا يفهموا ايه اللي بيحصل في الفترة دي، وايه المواد اللي بتتحكم في العملية دي، وكمان بيفحصوا الجهاز المناعي للكائن لانه بيلعب دور مهم في عملية الشفاء اللي بتحصل بسرعة دي، ولذلك بيأملوا ان الاطباء يساعدوا المرضى اللي عندهم مشاكل كبيرة في الجلد، او المصابين بضمور حاد في العضلات، او مشاكل في العظام، او تعجيل حالات الشفاء، وخصوصا الخاصة بحوادث السير اللي ممكن توصل في بعض الأحيان للبتر والعياذ بالله، وكل ده بيحاولوا يوصلوا له بواسطة الحيوان النادر العجيب ده. كمان العلماء لقوا في حاجة غريبة غير قدرته على النمو، وهو إنه بيعيش كحيوان مائي رغم إنه بر مائي، وهو إنه بيبيض في الماء، والبيض بيفقس على شكل فراخ صغيرة وبتمر بمرحلة تطور زي الضفادع بالظبط، لكنه بيبقى في الماء وما بيخرجش منه زيه زي أي حيوان بر مائي. فسبحان الله على الكائن العجيب ده، وشوف دور العلماء في البحث والتطوير لحلول ومشاكل زي ما قلت لك قبل كده. لو اول مره تشوف عفريت الماء ما تنساش تعمل لنا لايك وشير واشتراك بالقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.